بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ نبدأ نعمل ريفيجن مع بعض كده اهم حاجات اللي في المنهج بتاعنا. طيب بيقول لي هنا عندي نحل مع بعض كام مسألة كده. بيقول لي انا عندي هنا موبايل فون اترست، عندي في تيبل توب، كلام رغي كتير ما تخضش منه. المهم نطلع الجيفن اللي عندنا. فالجيفن اللي عندنا اول حاجة عندنا مثلا ان هو قال لي ايه، قال لي ان انا عندي في فورس، انت ضربت الفون ده بصباعك، فهنا هنا ابلايد فورس، الفورس ده ب 0.01 نيوتن، والفون ده عمل اكسلريشن ب 0.1. عاوزك دايما تبص على ايه، تبص على اليونت. يعني عندك هنا اليونت متر بير سكند باور 2، يبقى دي على طول اكسلريشن، ماشي. وعندي الفورس اللي عندي 0.01، عاوز يعرف الماس. طبعا القانون بتاع الماس هنا هيبقى ايكوال للفورس اوفر ايه، الاكسلريشن. الفورس عندي هنا ب 0.01 والاكسلريشن عندي هنا هتبقى 0.1، تمام. فيبقى انا عندي هنا الماس بتاعتي هتطلع بالشكل ده. الماس بتاعتي هتعمل ده على الكالكوليتر، ده ديفايد ده تقريبا كده هتطلع 0.1، تمام. ادي الله. طيب المساله اللي بعديها بيقول لي ان انا عندي اكاب اوف ماس، الماس بتاعته بكذا. خد بالك بقى من اليونت هنا، اليونت جرام، وانا بشتغل بالكيلوجرام، فحولها ازاي؟ اعملها ديفايدد 1000، فيبقى 0125 هنا بقت كيلوجرام. طيب اترست، ماشي. بعد كده بيقول لي ان انا عندي اكسلريشن، الاكسلريشن دي بالراحه كده بس. هنا عندي عندي بيرسون، البيرسون ده زقها، فبالتالي عملت اكسلريشن في دايركشن معين، تمام. الاكسلريشن دي كام؟ 0.32، تمام. عاوز يعرف الفورس اللي ابلايد عليها. طيب خلاص الموضوع سهل، نفس الكونسبت. الفورس بتاعتي هتبقى ايكوال الماس تايمز الاكسلريشن. الماس معايا اللي هي 0.125 والاكسلريشن عندي ب 0.25، اعملهم تايمز بعض وتطلع عندي الاكسلريشن تقريبا بتطلع. طيب ناخد المسألة اللي بعديها. المسألة اللي بعديها بيقول لي عندي اوبجكت الماس بتاعته ب 0.1 كيلو جرام، وعندك فيه فورس ابلايد عليه بكذا، عاوز يعرف الاكسلريشن اللي عندي. طيب نفس الكونسبت، الاكسلريشن هيبقى ايكوال الفورس اوفر الماس. الفورس عندي هنا بكام؟ الفورس عندي هنا ب 4.5 والماس عندي ب 1.2، اعملهم ديفايد ببعض فيطلع عندي بايه؟ عندي بسري، تمام. نخش على اللي بعده. نخش مع بعض كده على الأسئلة اللي بعديها، راحة كده مع بعضين. طيب السؤال اللي عندي هنا بيقول إن أنا عندي أوبجكت الماس بتاعته 5 كيلو جرام وعنده اكسلريشن، الاكسلريشن دي رايحه ناحيه، الاكسلريشن دي بكام؟ الاكسلريشن دي ب 3 متر بير سكند بير 2، و الاكسلريشن عندي هنا ب 3 متر بير سكند بير 2 تو ذا ليفت. طيب خلينا نفكر كده، انا عندي اوبجكت الاكسلريشن بتخليه يتحرك ناحيه تو ذا ليفت، الماس بتاعته هنا 5 كيلو جرام والاكسلريشن الناحيه دي هنا بكام؟ ب 3، وفي فورس، تمام، ابلايد عليه، الفورس دي بكام؟ ب 20، تمام. واكت تو ذا رايت، يعني في فورس الناحيه دي، الفورس دي هسميها اف 1، الفاليو بتاعتها بكام هنا؟ ب 20 نيوتن. وفي عندي unknown فورس، يعني في فورس ثانيه هنا كده سميها اف 2، معرفهاش، دي unknown عندي. اكت تو ذا ايه؟ اكت تو ذا ليفت، عاوز يعرف بقى الفاليو بتاعتها دي. طيب من الشكل ده كله اعمل ايه؟ بص خلينا نفكر مع بعض. هو انا دلوقتي عندي كام فورس؟ عندي اثنين، اف 1 واف 2. اف 1 واف 2 في سيم دايركشن، في اوبزيت دايركشن، في اوبزيت دايركشن. ده معناها ان الريزلتنت فورس بتاعتي هتبقى ايكوال الفورس الكبيره ماينس الفورس الصغير. اعرف منين الفورس الكبيره؟ الفورس الكبيره هي الفورس اللي يكون ليها نفس الدايركشن بتاع الاكسلريشن. طب هو الاكسلريشن هنا تو ذا ليفت، يبقى اف 2 هي الكبيره، فيبقى انا عندي هنا اف 2 ماينس ايه؟ اف 1. طب الريزلتنت فورس دي بكام؟ الريزلتنت فورس دي هي
equal الماس تايمز الاكسلريشن. فالماس عندي هنا في 5 والاكسلريشن ب 3 يعني ب 15. اف 2 دي اف 2 دي اللي مش دي اللي دي اللي انا ما اعرفهاش. واف 1 هنا بكام؟ ب 20. يبقى انا اقدر اجيب ده اقدر اودي ده الناحيه الثانيه. فيبقى انا عندي اف 2 دلوقتي هتبقى ايكوال 15 بلس ال 20. 15 بلس ال 20 يعني كام؟ يعني ب 35. يبقى الاجابه عندي هنا هتبقى ايه؟ 35. يقول لي ان اوبجكت اوف ماس كذا عندي فيه فورس ابلايد عليه بتحركوا اسود. يعني ايه اسود؟ يعني بتحركوا ناحيه الايه؟ بتحركوا ناحيه ال بتحركوا ناحيه اليمين. تمام. طيب ماشي. يبقى انا عندي هنا خلينا نرسم الاوبجكت مع بعض. انا عندي اوبجكت في فورس بتحركه ناحيه اليمين الفاليو بتاعتها بكام؟ ب 50 نيوتن. تمام حلو قوي. وبعدين بيقول لي ان انا عندي انذر ابلايد فورس بس بتحركه في فورس ثانيه بتحركه وسود يعني بتحركه ناحيه الشمال. الماجنتيود بتاعتها بكام؟ 150. يبقى انا عندي هنا تو فورسز، واحده ناحيه اليمين واحده ناحيه الشمال. لو سالتك دلوقتي الريزلتنت فورس هتبقى في انهي دايركشن؟ في الدايركشن بتاع الكبير. فلو سالتك دلوقتي الريزلتنت فورس هنا هتبقى ايكوال ايه؟ الكبيره ماينس الصغير. يعني 150 ماينس ال 50 يعني ايكوال 100. طب والريزلتنت فورس دي ايكوال ايه؟ الريزلتنت فورس دي هي اللي بتبقى ايكوال الماس تايمز الاكسلريشن. هو مديني الماس واكيد عاوز مني هنا الايه؟ الاكسلريشن. ماشي. يبقى الاكسلريشن هتبقى ايكوال الريزلتنت فورس اللي عندي ديفايدد الماس. طب الريزلتنت فورس هنا ب 100 والماس عندي هنا ب 7.5 فتطلع الاجابه عندي 13.3. وهي كده في مشكله؟ تمام. خش على اللي بعده. طيب نروح كده مع بعض. السؤال بيقول عندي السؤال عندي بيقول how much force، يعني عاوز يعرف الفورس اللي اكت على بادي الماس بتاعته ب 5 كيلو جرام وبتعمل له acceleration ب 2. طب ده سؤال سهل قوي. الفورس ايكوال الماس تايمز الاكسلريشن يبقى 5 تايمز 2 بايه؟ ب 10. طيب بيقول لي عندي اوبجكت الاكسلريشن بتاعته كذا وفي فورس ابلايد عليه بكذا وعاوز يعرف الماس. برضه ده سؤال سهل قوي. الماس عندي هنا هتبقى ايكوال الفورس اوفر الاكسلريشن. فورس عندي هنا ب 20 والاكسلريشن يبقى ب 4. تمام. طيب السؤال اللي بعديه واحده واحده كده بيقول لي ان انا عندي سكيت بورد الماس بتاعته سكيت بوردر يعني الراجل ذات نفسه الماس بتاعته بكام؟ ب 50. تمام. والسكيت بورد ذات هو كمان ب 1.5. يعني انا سالتك دلوقتي التوتال ماس هنا هيبقى ايكوال ايه؟ والله التوتال ماس لو انا عندي سكيت بوردر والسكيت بورد بتاعته هيبقى الاثنين بلس بعض يبقى هنا 51.5 كيلو جرام. ده التوتال ماس بتاعه. تمام. طيب بيقول لي ان هم كلوز تو ذا وول والسكيت بوردر ده واقف وزق برجله استخدم رجله علشان يزق ايه؟ نفسه. فبدا يتحرك باكسلريشن الاكسلريشن بالرقم ده. تمام. طيب عاوز يعرف هو هنا عاوز يعرف ايه؟ عاوز يعرف قد ايه فورس هو استخدمها علشان يتحرك ايه؟ بعيد عن الحيطه. طيب خلينا نفكر واحده واحده. هنا في اكشن ورياكشن. ادي الحيطه انت هتزقها بفورس هي هتزقك بنفس الفورس. ليه؟ عشان فور ايفري اكشن ذير از ا رياكشن ايكوال الماجنتيود ايكوال اندايركشن ايكوال الماجنتيود اوبزيت اندايركشن. طيب يبقى الفورس دي زي الفورس دي. طب الفورس دي ايكوال ايه؟ الفورس دي هتساوي الماس بتاعته التوتال ماس تايمز الاكسلريشن. توتال ماس تايمز الاكسلريشن. ما هي دي ودي الاثنين ايكوال لبعض. ايكوال التوتال ماس تايمز الاكسلريشن. طب التوتال ماس هنا بكام؟ زي ما قلنا 51.5 والاكسلريشن اللي اتحرك هنا بكام؟ 4.66. نعملها تايمز بعض يطلع عندي الرقم ده. طيب اللي بعديه طيب بيقول عندي ايه؟ لحظة. بيقول عندي ان انا هنا عندي شيت. الشيت ده
اترست تمام، شيت ورقه، الورقه دي اترست تمام. وبعدين عندي هنا في هواء جه فحركه، مش رغي كتير رغي كتير رغي كتير. المهم بقى الجيفن في اللي احنا عاوزينه هنا ايه، ان البيبر دي لما اتحركت في الدايركشن بتاع الاير فلو، هواء داخل، فتحت الشباك الهواء دخل فحرك الورقه، اتحركها بنفس الدايركشن بتاعه تمام. اكسلريشن كام؟ 0.33 تمام. فبيقول لي لو الاير ده كان اثر على البيبر بتاعتي بفورس كذا، عاوز يعرف الماس رغي كتير. انا عاوزك بس نتعلم ان ايه، ممكن يقعد يرغي كتير بس المساله تطلع في الاخر سهله، بس خد بالك من حاجه. شايف ده؟ ده اليونت بتاعتي بالجرام، هنا اليونت بالجرام. فانت تشتغل وبعد ما تشتغل تحول ازاي يعني؟ جيب الماس عادي، الماس عندك هنا ايكوال ريزلتنت فورس اوفر الاكسلريشن. الريزلتنت فورس هنا بكام؟ الريزلتنت فورس عندي هنا ب 0.001 والاكسلريشن هنا هتطلع 0.33 تمام. الرقم اللي هيطلع اعمله ديفايد، هيطلع تقريبا كده بالشكل ده. الرقم اللي هيطلع هتعمله ديفايدد 1 سار، عشان انت هنا ده الرقم ده اللي هيطلع ده بالكيلوجرام، وانت عاوز تحول من كيلوجرام لجرام، فهتعمل ايه؟ تعمل رقم تايمز 1000 فيطلع عندي ب 3. ماشي، بيقول لي ان انا عندي بوليت الماس بتاعتها كذا بالجرام، ماشي اخدها احولها، يبقى الماس بتاعتها 0.125 عشان يبقى بالكيلوجرام، عشان انا دايما بشتغل بالكيلوجرام تمام. بعدين بيقول لي ان انا عندي هنا في كروس بو وشديت السترنج بتاعته خلاص وخليته يتحرك، فالفورس اللي ابلايد على البوليت بتاعتك بكام؟ ب 45 نيوتن، وطبعا هتتحرك في ايه؟ في الدايركشن بتاع الكروس بو. هو عاوز يعرف الاكسلريشن هنا بكام؟ طبعا سؤال سهل قوي، الاكسلريشن هتبقى ايكوال برضو الفورس اوفر الماس، الفورس معايا والماس معايا، بتبقى هنا في الايه؟ في التحويل تمام؟ طيب نشوف اللي بعده. نخش على حاجات ايه؟ اتقل شويه نروحها كده مع بعض. طيب بيقول ايه؟ بيقول ان انا عندي هنا كار الماس بتاعتها بكام؟ الماس بتاعتها ب 630 كيلو جرام تمام، وبتتحرك بفلوستي كذا. طيب وبعد كده قال لي استخدم يبقى دي البي اي، وبعد كده تستخدم البريك فبقت الفلوستي بكذا، يبقى ده الفي اف في ديستانس قد كده، دي الديستانس، دي الديستانس بتاعتي تمام. وعاوز الفورس، انا عشان اجيب الفورس لازم اجيب الاكسلريشن. الاكسلريشن الرول اللي هستخدمه هنا بيقول كده، بيقول ان الفي اف باور 2 ماينس الفي اي باور 2 اوفر ال 2 دي. طيب الفي اف هنا بكام؟ والله الفي اف هنا عندي ب 3، يبقى 3 باور 2 تمام، ماينس الفي اي هنا بكام؟ 9 باور 2 اوفر ال 2 دي، يعني 2 تايم 6 تمام. هيطلع عندي رقم، الرقم اللي هيطلع ده رقم الاكسلريشن، هتطلع بالنيجاتيف طبعا. اروح جايب منها الفورس، الفورس هتبقى ايكوال الماس بتاعتي تايمز الاكسلريشن، الماس عندي اللي هي الرقم ده اللي هو 630، والاكسلريشن تطلع برقم اللي عندي، فالاجابه بتاعتي هتطلع اول اجابه. طيب اللي بعديها، اللي بعديها بيقول لي عندي سويمر الماس بتاعته بكذا، ادي الماس بتاعته، بيستخدم رجليه علشان يزق نفسه تمام، فبيخبط على الرول بتاعه السويمنج بول ويزق نفسه بفورس قد ايه؟ فورس كذا، فتحرك تمام. فالسويمر هنا اتحرك باكسلريشن تمام. الووتر بقى عملت فورس اجينست السويمر، يعني دي كانها الريزيستنس بتاعته بكام؟ 160. طيب خلينا نفكر، ادي هو هيزق الحيطه، فالحيطه تزقه بفورس كده، الفورس اللي هيتحرك بيها 280، الميه بتعمل له ريزيستنس بكام؟ 160، يبقى الريزلتنت فورس هنا بكام؟ كبير ماينس صغير، فيبقى هنا الريزلتنت فورس بتاعتي
هتبقى ايكوال مين؟ هتبقى ايكوال ال 280 ماينس ال 160، تمام؟ تطلع 160. خلاص انا جبت الريزلتنت فورس وعاوز اجيب الطالب هو هنا مني الاكسلريشن، واروح عامل الاكسلريشن بتاعتي هتبقى ايكوال للريزلتنت فورس اوفر الماس، يبقى 160 اوفر ال 48 ويطلع عندي رقم، تمام؟ طلع ده تمام. نخش في اللي بعديه. طيب نروح كده، بيقول ان انا عندي اوبجكت، الاوبجكت ده الماس بتاعته بكام؟ الماس بتاعته 22 كيلو جرام، حلو قوي. واتحرك عندي ده الفلاستي وده التايم، واتحرك عندي بالشكل ده، وعاوز يعرف طبعا ايه الفورس بتاعتي كام. طبعا عشان اجيب الفورس محتاج مين؟ محتاج الماس والاكسلريشن. معايا الماس بس معيش الاكسلريشن. طب اجيب الاكسلريشن ازاي؟ اجيب الاكسلريشن عن طريق السلوب. طب والسلوب هنا ايكوال ايه؟ عشان ده عندي هنا الفلاستي وهنا تايم، فالسلوب بتاع الجراف ايكوال دلتا واي اوفر دلتا اكس، يعني فلاستي اوفر تايم يعني الاكسلريشن. طب هيبقى ايكوال ايه؟ هيبقى ايكوال واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. بص هتعمل ايه؟ هتيجي تحلل من هنا النقطه اللي هيبتدي منها والنقطه الاخيره، وتجيب الكوردينيتس بتوعها. انزل هنا كده على الاكس، الاكس هنا بزيرو، والواي هنا بكام؟ ب 5. دي تعتبر اكس 1 ودي تعتبر واي 1. وتيجي هنا تعمل نفس الكلام. الاكس هنا بتاعتها بكام؟ الاكس هنا بتاعتها ب 5، والواي هنا بتاعتها بكام؟ امشي كده امشي كده تعرف الواي بتاعتها بكام؟ ب 20. دي تعتبر اكس 2 ودي تعتبر واي 2. استخدم بقى الرول ده، واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1، يعني 20 ماينس 5 اوفر 5 ماينس 0، يبقى هنا ايكوال ب 3. دي الاكسلريشن، فيبقى الفورس بتاعتك عندها تبقى ايكوال 22 تايمز الاكسلريشن ب 3 تبقى 60. طيب نشوف واحده كمان. نبدا نشوف واحده كمان. واحده مساله عندي هنا بتقول ايه؟ مع بعض كده برضو نفس الفكره، مديني ماس وطالب مني الفورس. نفس الفكره بالظبط، تعالى بس ايه، يبقى كاننا بنعيد الفكره برضو هنا علشان ابقى فاهم انا شغال ازاي. والله انا هنا شغال عشان اجيب الفورس، فالفورس ايكوال الماس تايمز الاكسلريشن. الماس عندي هنا 75، محتاج مين؟ محتاج الاكسلريشن. الاكسلريشن تيجي ازاي؟ ان انا زي ما قلنا الاكسلريشن هي السلوب، والسلوب بتاعي الرول بتاعه ايكوال واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. فين دول؟ خد نقطه البدايه ونقطه النهايه كده. انت في الحقيقه انت مش لازم تستخدم يعني نقطه النهايه بالظبط، انت ممكن تستخدم اي نقطه ثانيه. خد نقطه سهله، انا هاخد النقطه دي عشان دي سهله قوي. طيب هنا هنا 0 0 يبقى ده يعتبر اكس 1 وده واي 1. طب هنا البوينت دي الاكس بتاعتها بكام؟ اقف عند النقطه وانزل للاكس تعرف الاكس بتاعتها بكام؟ الاكس بتاعتها فوق. وقف عند البوينت تاني وروح على ايه؟ روح على الواي. تمام؟ فيبقى هنا الواي بتاعتها بتاني، دي تعتبر اكس 2 ودي تعتبر واي 2. الرول اللي عندي واي 2 ماينس واي 1 يعني 10 ماينس 0 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1 يعني 4 ماينس 0 يبقى ايكوال 2.5. تاخد بقى ال 2.5 وتعملها تايمز الماس يدي لك مين؟ يدي لك الفورس. تمام؟ المسائل دي مهمة، الجرافات مهمة قوي. تمام؟ طيب كفاية فورس بقى، ناخد بس المسألة دي كده، نحل المسألة دي مع بعض. طيب المسألة عندي هنا بيقول لي ان اوبجكت، مسألة بيقول ان اوبجكت هاز فورسز، الفورس اللي عندي اللي بتأثر عليه 30 في الدايركشن ده و 55 في الدايركشن ده. على طول شغل دماغك، تمام؟ طيب هو هتمشي هنا في انهي دايركشن؟ اكيد هتمشي في الدايركشن بتاع الكبير. فين الدايركشن بتاع الكبير؟ كده ناحيه الشمال. طب الفورس اللي يمشي بيها قد ايه؟ زي ما قلنا الريزلتنت فورس هنا تبقى ايكوال الكبيره ماينس الصغيره، يعني 55 ماينس 30 فتبقى ايكوال هنا كام؟ ايكوال 25. تمام؟
طيب مدي لك الاكسلريشن اللي هيتحرك بيها ب 0.5 وعاوز الماس. خلاص سهله، الماس هتبقى ايكوال الريزلتنت فورس اوفر الاكسلريشن. الريزلتنت فورس عندي هنا ب 25 وده ب 0.5 فتطلع تقريبا 50. تمام، دي بس ايه، خد بالك من انه يجي يرسم لك الفورسز بالشكل ده، فانت تتعامل معاها بالشكل اللي انا قلت لك عنه. طيب نتكلم على اليونيفورم سيركلر موشن بالراحه كده مع بعض. الاول بيقول لي ايه، الاول عندي مديني جراف بالشكل ده وبيقول لي من الجراف ده اختار بقى من الجراف اللي قدامي. تعال نتكلم بس على الجراف كده، راجع على اليونيفورم سيركلر موشن. بصوا يا جماعه الدايركشن اللي ناحيه السنتر ده، ده الدايركشن بتاع السنتريبتال اكسلريشن والسنتريبتال ايه والسنتريبتال فورس، وده الدايركشن بتاع الفلوسيتي او الدايركشن بتاع الموشن. هما دايما العلاقه ما بينهم ان هما بيربنديكولار تو ايتش اذر، يعني دايما الدايركشن بتاع الموشن بيربنديكولار مع الدايركشن بتاع السنتريبتال ايه السنتريبتال فورس. تمام، ودايما الفلوسيتي دي او الموشن دايما تانجنشال تو ذا ايه تانجنت او تانجنشال تو ذا ايه تو ذا سيركلر موشن. فهو بيقول لي في الجراف اللي قدامي ده انهي بقى كلام صح اللي فيه، الفلوسيتي فيكتور تانجنت تو ذا سيركل، والله ده صح يعني اول واحده لغايه دلوقتي دي صح. تمام، طب الاكسلريشن فيكتور بوينت تووردز ذا سنتر اوف سيركل، والله برضو ان الاكسلريشن رايح ناحيه السنتر بتاع السيركل. تمام، خد بالك هو قال ايه في السؤال، قال ايه تشوز اول اوف ذا انسرز، يعني اختار كل الاجابات الصح، فهنا مش اجابه واحده، دي كذا اجابه. طيب there is no force act في السيميليشن اللي قدامي، طبعا دي الغلط، لا اهي في سنتريبتال فورس. there is a force acting pointed towards the center، ايوه اللي هي السنتريبتال acceleration، فيبقى دي سنتريبتال فورس، فيبقى دي صح بقى. طيب في حاله السؤال الثاني، في حاله الايرث وهي بتلف اراوند زي ايه اراوند ذا سن، يعني انا عندي مثلا هنا الايرث، طبعا انت في الحاله اللي زي كده عندي ادي الايرث وهي اللي بتلف كده وادي الصن، ده الصن، في فورس ما بينهم هنا اسمها الفورس اوف جرافيتي، والفورس اوف جرافيتي او الجرافيتيشنال فورس هي اللي اكت از سنتريبتال فورس، وده طبعا الدايركشن بتاع الموشن او الدايركشن بتاع الفلوستي على اعتبار ان احنا افترضنا ان هي بتلف ايه انتي كلوك وايز بالشكل ده. تعال نشوف هو عاوز ايه، انهي ستيتمنت من دول صح، هنا مش اول اوف ذا ستيتمنت، انهي واحده بس صح. يقول لي there is a force pointed from the earth towards the sun، ما هو من ال earth لل sun دي gravitational force، دي تعتبر صح. there is a force pointed from the earth in the direction opposite to the sun، لا دي غلط، يعني هيبقى عكس ال sun ازاي؟ ال earth acceleration away from the sun، لا ال acceleration وال force دايما رايحين ناحية ال center، واللي موجود في ال center هنا مين؟ ال sun. ال earth speed has no effect، لا ليها effect طبعا، فيبقى الإجابة بتاعتي عندي هنا أول واحدة. تمام؟ طيب نشوف اللي بعديه، ماشي. السؤال اللي عندي هنا بيقول لي أنت عندك هنا ماسك يو يو وبتحركها بالشكل ده، تمام، و بيقول إيه؟ ماشي، بيقول ان انا عندي السترنج حصل له ايه يا شباب؟ السترنج هنا هيتقطع، السترنج هنا هيحصل له بريك هيتقطع، فاليويو بتاعي هيتحرك في انهي دايركشن؟ خد بالك بقى من الكلام ده، اولا هنا هو بيلف ازاي؟ الدايركشن ده يبقى معناه ان هو بيلف انتي كلوك وايز بالشكل ده، اهو بيلف كده. طيب لازم نبقى عارفين ان هو اليويو من البوينت اللي هو اتقطع فيها هيبدا يتحرك في الدايركشن بتاع البلوست، يعني هيتحرك كده. طب هو لما يتحرك كده، تعالى نشوف بقى انهي اجابه من دول صح. بيقول لي هيتحرك تانجنت تو ذا سيركل along ذا جرين لاين، دي الاجابه اهي، ايوه هيتحرك زي الخط الاخضر. تعالى نشوف اللي بعديها، يعني نشوف في الكلام اللي هنا، بيقول لي دايركتد توورد ذا سنتر، لا مش رايح ناحيه السنتر. بيقول لي بيتحرك في كيرفد باس، لا هيتحرك تانجنت في ستريت لاين، الدايركشن بتاعه هيبقى اوبزيت للي هو كان بيتحرك فيه، برضه لا. طيب ناخد اللي بعديه، اللي بعديها بيقول لي ان انا عندي في هنا عندي
acceleration. يقول لي acceleration towards the center that keeps the object بيتحرك في uniform circular motion. تمام؟ It's called اسمها ايه؟ طبعا اسمها centripetal acceleration. ال velocity بتاعتي ال velocity بتاعت ال object هو عايز يحسب هنا ايه بالراحة كده مع بعض. راجع بس على كام رول كده الرولز اللي احنا هنشتغل بيهم. طيب اولا القانون بتاع الفيلوستي لو هو عاوز التانجنشال فيلوستي فهي ايكوال 2 باي ار اوفر البريودك تايم، ولو هو عاوز السنتريبتال اكسلريشن فالسنتريبتال اكسلريشن بتبقى ايكوال في باور 2 اوفر الريدس، ولو هو عاوز السنتريبتال فورس فلا الا تعمل الماس تايمز السنتريبتال اكسلريشن لا الا تستخدم الرول ده على طول ان هي الماس تايمز الفيلوستي باور 2 اوفر ايه الريدس. فهنشوف هو مديني ايه. اولا مديني الفيلوستي اللي الارث بتلف بيها اراوند ذا صن، يبقى دي الفي عندي مش محتاجه تحويله مش محتاجه. ومديني الريديوس اتاكد ان هي بالمتر، لو ما كانتش بالمتر انا احولها للمتر خلاص. وعاوز السنتريبتال اكسلريشن يبقى هنا ابدا استخدم الرول ده ان هنا السنتريبتال اكسلريشن ايكوال في باور 2 اوفر الار، دخله مع الكالكوليتر سهل. بعد كده بيقول لي عاوز احسب السنتريبتال فورس، ومديني اول حاجه مديني عندي الماس اللي بتتحرك في كيرفد باس، الريديوس بتاعه بكذا ده متر، ومديني السبيد اللي هي الفلاستي، وعاوز السنتريبتال فورس. على طول هنا القانون بتاع السنتريبتال فورس هيبقى ايكوال ما في ماس يبقى ام وفي في يبقى في باور 2 وفي الار. فابدأ الماس عندي هنا بكام؟ 925، والفلاستي هنا بكام؟ ب 22 باور 2، والريديوس هنا بايه؟ 75. اعملها على الكالكليتر واطلع رقم. ركز بقى في اللي جاي دي. هنا بيقول لي a small plan makes 3 complete revolution تمام with radius كذا، ده الريديوس وده التايم، بس التايم هنا بالمينت. طب انا لازم احوله لايه؟ احوله لسكند، فاروح اعمل الرقم ده اللي هو 6 اعمله تايم 60 فيبقى 360 ايه؟ يبقى 360 سكند. اتعلم بقى حاجة، ادالك نمبر اوف ريفوليوشن وادالك تايم، على طول جيب البريودك تايم. البريودك تايم بتاعك هنا هيبقى ايكوال التوتال تايم اللي هو يدولك اوفر النمبر بتاع الريفوليوشن. التوتال تايم اللي هو مديهوني 360 والنمبر اوف ريفوليوشن بتاعتي ب 3، فيبقى انا عندي هنا بكام الرقم ده؟ يطلع 120 سكند. يبقى انا عندي البريودك تايم طلع 120 سكند ومعايا الريديوس، وهو عاوز يعرف السنتريبتال اكسلريشن. اروح انا الاول جايب الفيلوستي اللي هي هتبقى ايكوال 2 باي ار اوفر البريودك تايم، وبعد ما اجيب ال velocity اجيب منها الاكسلريشن، سنتريبتال اكسلريشن تبقى ايكوال في باور 2 اوفر الار، وابدا احل. طيب اللي بعده اول سؤال سهل، مديني الماس ومديني الريديوس ومديني الفورس وعاوز يعرف السبيد. طيب احلها ازاي بالراحه؟ هو دي سهله، يعني انت ممكن تعوض في القانون بتاع الفورس وممكن تعمل زي ما هقول لك. بص يا سيدي، مش انت عندك القانون بتاع السنتريبتال فورس ان هو ايكوال ام في باور 2 اوفر الار؟ لو انت عملت كروس مالتيبليكيشن للرول ده فيبقى الاف ار ايكوال ام في باور 2. لو انت عاوز الفي بس فالفي باور 2 ودي الام الناحيه الثانيه فتبقى ايكوال الاف ار اوفر الماس، وهنا يبقى عندك سكوير روت عليهم كلهم. تمام؟ فانت ممكن تستخدم الرول ده على طول. لو انت عاوز الفلوس وعندك الفورس والريديوس والماس استخدم الرول ده. فهنا عندي لو انت بصيت كده عندي الفورس وعندي الريديوس وعندي الماس، فابدا استخدم الرول ده يجيب لي الفلوس على طول على الكالكوليتر. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول عندي ايه؟ بيقول ان انا عندي اوبجكت بيتحرك along the circumference of circle فعمل كوارتر سايكل في تايم كذا، هات البريودك تايم. دايما يديلك نمبر اوف ريفوليوشن وتايم تجيب منه البريودك تايم. طيب البريودك تايم هنا هيبقى ايكوال ايه؟ التايم اللي عندي 0.2 وهنا 1 اوفر 4، فيطلع البريودك تايم عندي هنا ب 0.8. ادي اول واحده. تمام نكمل. وبيقول لك عمل displacement بكام؟ ب 8 روت 2. الرقم ده اللي هو 2 الباور بتاعه هاف ده روت،
يعني هنا روت 2. طيب هو عمل قد ايه من السيركل؟ عمل كوارتر. انت عارف ان القانون بتاع الديسبلاسمنت روت 2 ار، ده في حاله مين؟ ده الديسبلاسمنت بتاعت الكوارتر سيركل وال 3 كوارترز، وهو هنا عمل كوارتر، فابدا استخدمه عشان اجيب منه الديسبلاسمنت، فعشان اجيب منه الريديس. هنا الريديس لو انا عاوزه هيبقى الديسبلاسمنت اوفر روت 2، فيبقى الريديس عندي هنا هيبقى الديسبلاسمنت اوفر روت 2. الديسبلاسمنت هنا ب 8 روت 2، اتفقنا ان 2 باور هاف ده يعني روت 2 اوفر روت 2 يروحوا مع بعض، يبقى الريديس هنا ب 8. معايا الريديس ومعايا البريودك تايم، وهو عاوز الفلوستي، يبقى الفلوستي ايكوال 2 باي ار اوفر البريودك تايم. ده معايا، ده معايا الار ب 8 وده ب 0.8 اقدر اطلعه. طيب شوف اللي بعديه، يقول لي بادي الماس بتاعته بكذا. بص على اليونت، اليونت عندي هنا بالايه؟ اليونت عندي هنا بالجرام، فابدا احولها تبقى 0.1 كيلو جرام، وبيتحرك في ريديوس بكام؟ ب 50 سنتيمتر، ابدا احولها فيبقى 0.5 متر. فبيقول لي ان هو خد تايم 9 سكند عشان يعمل 45 ريفوليوشن. دايما ادالك تايم ونمبر اوف ريفوليوشن، هات البريودك تايم. التايم اللي عندي هنا ب 90 والريفوليوشن عندي 45، فيبقى ايه؟ 2 سكند. عاوز يحسب الاكسلريشن او السنتريبتال اكسلريشن، زي ما قلنا هنجيب الفلوستي الاول اللي هي ايكوال 2 باي ار اوفر البريودك تايم، ده معايا وده معايا والار معايا بس حولتها للمتر، والرقم اللي يطلع اجيب منه بقى السنتريبتال اكسلريشن اللي هي الرول بتاعها في باور 2 اوفر الار. تمام؟ طيب ناخد اخر واحده. طيب المسألة عندي هنا بتقول ايه؟ بتقول ان انا عندي روك الماس بتاعته بكذا، طبعا الماس بتاعته بكذا دي يبقى على طول احولها لايه؟ بالجرام، ده لازم احولها لكيلو جرام، فيبقى 0.6. تمام، وبيقول لي مربوطة في خيط، الخيط ده اللينس بتاعه. بص انت عندك لما تيجي تربط حجر او اي حاجة في خيط وتلفه في سيركل، فاللينس بتاع الثريد بتاعك ده او السترنج هيبقى هو الراديوس، يبقى ده الراديوس بتاعك، وهو بالسنتيمتر انا احوله المتر، فيبقى اعمله ديفايد 100 فيبقى 0.1. طيب فبيقول لي ان انا هيبدا يتحرك في هوريزونتال سيركل بفلوستي كذا. تمام، اول حاجه وعاوز السنتريبتال فورس، وتاني حاجه عاوز يعرف هيتقطع ولا مش هيتقطع. تمام، طيب بشرط ان الخيط ده بيستحمل سيرتين نيوتن. يعني ايه؟ كل خيط له قوه احتمال، لو السنتريبتال فورس اللي انت عملتها كانت اكبر من الفورس اللي هو يحتملها يبقى الخيط هتقطع على طول. طب كانت قد الفورس اللي هو بيتحملها او اقل يبقى مش هتقطع، يبقى انا محتاج اجيب السنتريبتال فورس. طب السنتريبتال فورس هنا ايكوال ايه؟ والله ايكوال ام في باور 2 اوفر الار. الام عندي هنا بكام؟ الام عندي هنا ب 0.6، والفي عندي الفلوستي هنا بكام؟ الفلوستي هنا ب 3 باور 2، والار عندي هنا بايه؟ ب 0.1. دي هتطلع قد ايه؟ تقريبا كده هتطلع ايه؟ 45 نيوتن. طيب لما تطلع كده كده اكتر من السيرتي، واكتر من السيرتي يبقى هتتقطع، يبقى الاجابه بتاعتي ان هو طبعا ايه؟ هتبقى اكتر، السنتريبتال فورس اكتر من الفورس اللي هو يستحملها، يبقى الاجابه عندي ان هو هيحصل له ايه؟ هيتقطع. تمام؟ شكرا يا شباب.